بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل نعم. هذا سؤال مبني على قاعدة، وهي أن الله سبحانه أقسم لمخلوقات من مخلوقاته، وهذا لا شك فيه، هذا وارد في القرآن، أقسام بالليل والنهار والشمس والقمر والضحى والتين والزيتون والطور وغير ذلك. فهذا ألا يدل هذا على أن المخلوق أيضا يجوز له أن يقسم بالمخلوقات على الله؟ الجواب يذكره الشيخ. نعم. قيل لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. نعم. الجواب أن هناك فرقا بين إقسام الخالق بالمخلوق وإقسام المخلوق بالمخلوق. أما إقسام الخالق ببعض المخلوقات هذا لحكمة، لأنها دالة على قدرته وعلى علمه وحكمته، فهو يقسم بها سبحانه، وهو سبحانه لا يقسم بشيء إلا لحكمة فيه. أما نحن فأولا نهينا عن الحلف بغير الله، وقيل لنا هذا شرك أو كفر، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نمتنع من ذلك. الأمر الثاني أن القسم بالمخلوق يقتضي أننا عظمنا هذا المخلوق واعتقدنا فيه العظمة حتى أقسمنا به، وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون له عظمة ولا يكون له ما ظنناه تخيلناه من عظمة هذا المخلوق. نعم. قيل لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته. من باب مدحه هو سبحانه، لا من باب مدح المخلوق المقسم به. نعم. وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. لأن هذا المراد من القسم، إما الحث على فعل الشيء أو المنع من فعله أو تصديق الخبر أو تكذيب الخبر، هذا هو القصد من الحلف بالمحلوف به.
وهذا إنما هو من حق الله جل وعلا، التعظيم إنما هو من حق الله، وأما المخلوق فلا يبلغ من العظمة إلى أن يحلف به كما يحلف بالله عز وجل. نعم. ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه. كما إذا قال ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى. إذا قال أسألك بكذا، هذا تكرر أن المراد أن الباء تحتمل أنها للقسم، ويحتمل أنها للسببية، فإذا كانت للقسم فلا تجوز بين الخلق بعضهم مع بعض، ولا أن يقسم المخلوق على الخالق بأحد من خلقه. نعم. ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى. نعم، القسم لا يجوز إلا بالله، للنهي عن ذلك. نعم. والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. هذا على خلاف، إن إذا حلف بغير الله هل تنعقد يمينه ويكون عليه كفارة أو لا تنعقد، خلاف، وهذا لا يعنينا الآن، المهم جواز الأصل أو منع الأصل. نعم، هذه مسألة فرعية. نعم. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. نعم، إذا كانت الباء سببية فليس في هذا كفارة مطلقة، بالإجماع أن هذا ليس فيه كفارة، لأنه ليس حلفا، وإنما هو تأكيد. نعم. فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك. نعم، تفصيل هذا أنه إذا قال أسألك بفلان يعني بسبب فلان وقرابته لك، هذا لا بأس به من باب السببية وليس من باب القسم، هذا سبق، كما قال عبد الله بن جعفر لعمه علي رضي الله عنهما أنه قال أسألك بجعفر أخي علي، هذه سببية لا ليست قسما. نعم. والله جل وعلا قال والذي تساءلون به والأرحام على قراءة الجر أي وبسبب الأرحام. نعم. وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفارة للحالف. إذا حلف بالله على أحد وخالف المحلوف عليه ما حلف به فعلى الحالف الكفارة، أما إذا قال أسألك بفلان فهذا لا كفارة فيه، لأنه محتمل أنه قسم ومحتمل أنه سبب باء السببية، فلا تجب فيه كفارة نظرا لاحتماله. نعم. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به. نعم. وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، هذه مسألة، هل يجوز للمخلوق أن يقسم على الخالق إذا طلب من الله شيئا فيقسم على الله أن يعطيه هذا الشيء؟ هذا إذا بلغ العبد من الصلاح والتقوى والولاية لله
فلا بأس بذلك. قد أقسم بعض الصحابة على الله جل وعلا فأبر الله قسمهم كما يأتي. أما إنسان عادي ومقصر فهذا لا يقسم على الله ولا يحلف على الله به سبحانه، لأنه لم يبلغ هذه المرتبة. نعم. وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف. نعم، البراء بن مالك رضي الله عنه من خيرة الصحابة، وكانوا إذا اشتد بهم الأمر طلبوا منه، إذا اشتد بهم الأمر في الحرب والقتال طلبوا منه أن يحلف على الله أن ينصرهم، فيحلف على الله فينصرهم الله. وكذلك قصة أنس بن النضر لما تقرر القصاص على أخته الربيع لما كسرت ثنية جارية، كسرت ثنية جارية، فتخاصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص من الربيع عملا بقوله تعالى والسن بالسن. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه كان من خيرة الأنصار تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ قال نعم يا أنس، كتاب الله القصاص. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع، حلف على الله أن الله جل وعلا يجعل لها فرجا فلا تكسر ثنيتها. فعفى أهل القصاص عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فإن الله أبر قسم أنس بن النضر ودرأ القصاص عن الربيع إكراما له من الله سبحانه وتعالى. ألهم الله أهل القصاص أنهم عفوا، وإلا لو لم يعفوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتص منها إقامة للعدل. نعم. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث يعني عليه الشعث، عليه الشعث ورثاثة المظهر، لأنه لا يعتني بنفسه، لا يعتني بنفسه. أغبر عليه غبرة أيضا لأنه لا يعتني بنفسه. مدفوع بالأبواب، لو استأذن على أحد أو طلب من أحد شيئا فإنه لا يجيبه ولا يشفعه نظرا لعدم مكانته عند الناس، لكنه عزيز عند الله لصلاحه وتقواه، والناس لا يعلمون ذلك، الناس لا يعلمون ذلك. الشاهد في قوله لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. فما هي بالمسألة بالمظاهر، المسألة في القلوب والإيمان. وأما المظهر فقد يكون رثا ويكون غير، ويكون المظهر غير جميل، لكن القلب متعلق بالله عز وجل، قوي الإيمان بالله. والله إنما ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الهيئات، لا ينظر الله إلى الهيئات وإنما ينظر إلى القلوب.
والأعمال كما في الحديث. نعم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. ذي طمرين يعني ثوبين خالقين. نعم. ما عليه ثياب، حتى ثيابه ما هي ثياب جميلة. نعم. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. كتاب الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قوله تعالى والسن بالسن. نعم. فعفى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فالله استجاب لأنس بن النضر وبر بقسمه، وألهم أهل القصاص أنهم سمحوا وعفوا. نعم. وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى وليس إقساما عليه بمخلوق. إقساما على الله به، إقساما على الله به سبحانه، وليس إقساما على الله بمخلوق، لأن هذا لا يجوز. نعم. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الناس بحاجة إلى الدعاء، لا يستغنون عن دعاء الله سبحانه وتعالى لفقرهم وحاجتهم وما يقعون فيه من الشدائد، فهم بحاجة إلى الدعاء. وهذا أمر، هذا أمر فطري وأمر شرعي، فإن الله أمر بدعائه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فادعوا الله مخلصين له الدين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث الدعاء هو العبادة. سماه الله دينا في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، فسماه الله دينا لعظمته وحاجة الناس إليه. لكن الإنسان إذا أراد أن يدعو فإنه يتحرى الأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ولا يدعو بأدعية مبتدعة أو أدعية فيها شرك، فإن الله جل وعلا لم يشرع هذا بل نهى عنه. فيعتني الإنسان بالدعاء ويتحرى موافقة الكتاب والسنة، ويحذر من الأدعية الملفقة والأدعية المبتدعة التي تشتمل عليها بعض الكتب أو بعض المناسك التي لم تصدر عن علماء محققين. فهذا أمر مهم جدا، وهو باب الدعاء وتحري الأدعية المشروعة وتجنب الأدعية المبتدعة. نعم. وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم على العبد. نعم. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة. نعم. فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه. نعم. وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء يدعون الله بالأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بخلاف المخرفين والمبتدعة
فإنهم يخترعون أدعية ما أنزل الله بها من سلطان ويدخلون فيها بدع محدثات كالتوسل بالمخلوق إلى الله سبحانه وتعالى كما سبق. نعم. وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، فكن مع هؤلاء لأنهم هم أحسن الرفيق، ولا تكن مع المبتدعة لأنهم أسوأ رفيق. نعم. وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل. نعم، هذا الحديث الذي ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من كتب السنة. نعم. إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث. وهذا سبق لنا أن الأنبياء لهم جاه عند الله، وأعظمهم جاها هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد، لم يشرع لنا ذلك. والدعاء عبادة، والعبادات توقيفية، لا يفعل شيء منها إلا بدليل، إلا إذا شرعه الله سبحانه وتعالى. فليس الدعاء من باب أنك تختار أي شيء، يعني أي شيء يأتي في ذهنك أو تستحسنه، لا، لا بد أن يكون الدعاء وارداً وموافقاً لما في الكتاب والسنة. نعم. وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. من أسباب قبول الدعاء أولاً الإخلاص لله عز وجل، ثانياً يكون موقناً بالإجابة، ثالثاً أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال ولا يكون من حرام، رابعاً أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، فإن هذا من أسباب الإجابة. نعم. وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء، ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه. ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به. نعم، فمن أسباب القبول في الاستسقاء وغيره قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وأما أن يتوسل بالنبي فهذا ممنوع وليس بمشروع. فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك فأتي بأسباب الإجابة، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإما إذا جئت ببدعة فلن يستجاب لك، ومن ذلك السؤال بجاهه أو بحقه أو بذاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا غير مشروع. نعم. ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة التوسل به، لم يذكر التوسل به يعني بذاته، أما التوسل باتباعه وطاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم فهذا توسل مشروع، لأنه توسل منك بأعمالك الصالحة
التي هي اتباعه وطاعته ومحبته، هذا عمل من أعمالك الصالحة، فتتوسل به إلى الله. وكذلك توسل إلى الله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا من التوسل المشروع. تصلي على النبي في دعائك، هذا من التوسل المشروع. نعم. كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء، وقول الفقهاء في باب الاستسقاء ويتوسل إلى الله بالصالحين مرادهم بدعاء الصالحين لا بذواتهم أو بجاههم أو حقهم على الله، وإنما التوسل بالصالحين أي بدعاء الصالحين، كما توسلوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما توسل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي، أي بدعائه، طلب منه الدعاء. نعم. كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق، فإن دعاء غير الله كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم. الدعاء كما سبق هو أعظم أنواع العبادة، والله جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا كائنا من كان، لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا، لا تدعوا مع الله، ادعوا الله مخلصين له الدين، يخلصوا له الدعاء. فدعاء غيره شرك يبطل هذا الدعاء ويفسده، فلا يدعى إلا الله عز وجل، لا يدعى الأموات والغائبون مهما بلغوا من الصلاح والاستقامة، لأن هذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين ينادون ويستغيثون بالأموات: يا عبد القادر، يا رسول الله، يا حسين، يا حسن، يا حسين، يا علي، يا فلان وفلان، هذا دعاء لغير الله، وهو شرك أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر يخرج من الملة. نعم. ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن حتى أحد. الأحياء الحاضرين الغائبين لا يدعون، إنما إذا كان حاضرا تقول: يا فلان ساعدني، يا فلان أعطني كذا، أقرضني، لا بأس. هذا دعاء عادي، ما في شيء، طلب، تطلب من الحاضر القادر على ما تريد من مال أو من عمل أو غير ذلك، هذا لا بأس به. إنما إنسان غائب لا يسمع دعاءك تدعوه ولو كان حيا، هذا لا يجوز. نعم. ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم. نعم. وإنما هذا عند المتأخرين من المبتدعة، أنهم يهتفون بأسماء هؤلاء الذين يعظمونهم ويعتقدون فيهم الصلاح، يهتفون بأسمائهم عند الشدائد وينسون الله سبحانه وتعالى، فإذا اشتد بهم الكرب صاروا ينادون المخلوقين من الأحياء والأموات، وهذا شرك لم يبلغه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يخلصون الدعاء لله في الشدائد، وإنما يشركون في الرخاء. أما شرك هؤلاء المتأخرين فهو عام في الرخاء والشدة، بل إنهم في الشدة أشد شركا والعياذ بالله. نعم. وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين. ذكر دعاء غير الله بعض المتأخرين من
أهل البدع والخرافات، وإن كان عندهم شيء من العلم لكنهم لم يحققوا، ليس عندهم علم وتحقيق واتباع واقتداء، وإنما يخلطون علمهم بالجهل والشرك والبدع، فلا عبرة بهم وإن كانوا يسمون بالعلماء. نعم. بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ولم يكن مشهورا بينهم، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة السؤال بجاهه أو حقه صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء المحققين ينفون هذا ولا يجيزونه، وإن ورد عن بعضهم شيء فالعبرة بالدليل، العبرة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله، مع أن الأكثر من العلماء على خلاف ذلك، فلا عبرة بهذا إن وجد أو نقل، لأن بعض الناس يعتمد على أدنى شيء، إذا كان له هوى أو رغبة في الشيء يلتمس الحكايات أو الخرافات أو الأحاديث الضعيفة أو النقول عن بعض المجتهدين الذين ليس اجتهادهم حجة، إنما الحجة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا الحجة. نعم. ولم يكن مشهورا بينهم، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا عبرة به، حتى ولو ورد عن بعض السابقين ولا عبرة، ما دام ليس عليه دليل ليس بعبرة وليس بحجة. نعم. ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه. نعم. كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما، كما سبق أنه كره أبو حنيفة أن يسأل بمعاقد العز من عرشه، لأن معاقد العز مخلوقة. نعم. ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبد السلام قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، فلم يعرف صحته. وقد تقدم العز بن عبد السلام إمام معروف مشهور، أصولي من الأصوليين ومن الفقهاء، وهو مشهور يرى أو ينسب إليه في فتاواه أنه يجيز توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق أنه لا دليل عليه، حتى وإن ورد عن بعض الأئمة وبعض الفضلاء يطلب بالدليل، إذا جاء دليل فلا مانع، أما إذا لم يكن هناك دليل فلا عبرة به، سواء من ابن عبد السلام أو غيره لا عبرة به. لكن ابن عبد السلام أيضا ما جزم، يقول إن صح حديث الأعمى، حديث الأعمى سبق لنا أنه لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه. تقدم لما ذكر الشيخ الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يصلي وأن يدعو الله وأن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليه بصره، تبين أن المراد الدعاء، توسله بالنبي أي بدعاء النبي، أشفعه في أي اقبل دعاءه، والدعاء شفاعة، الدعاء إذا دعوت لغيرك فقد شفعت له. فمراد حديث الأعمى هو الدعاء، والدعاء للغير مشروع، تدعو الله لأخيك بالشفاء، تدعو الله له بالرزق، تدعو الله أن يخلصه من الشدة، هذا مشروع.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا مشروع. نعم. قد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه. نعم. ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. أي نعم، فلا حجة فيه للعز بن عبد السلام ولو صح الحديث. نعم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم. الذين يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون التوسل باتباعه وطاعته والاقتداء به، هؤلاء ضلوا في رأيهم، لأنهم عدلوا عن الحق إلى الباطل. فالتوسل بالنبي إنما هو بدعائه لا بذاته ولا بجاهه ولا بحقه. نعم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه. نعم. سبق قريبا أن من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن تتوسل بذات النبي مات الآن، النبي ميت الآن، وليس بإمكانك أن تطلب منه الدعاء كما كان حيا، لكن بقي الصلاة عليه. الصلاة عليه مشروعة في كل وقت وفي كل حين ودائما وأبدا، وهي من أسباب قبول الدعاء. فتوسل إلى الله بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. أما أن تعدل عن هذا وتذهب إلى الجاه وإلى الحق وإلى الذات في غير مشروع فهذا من الباطل، ولا بد من التمييز بين هذا وهذا، وترك الجري على العادات والتقليد بدون بصيرة. نعم. فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله بها. والصلاة عليه في الدعاء أمر الله بها، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا دائما وأبدا في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، دائما وأبدا، وهي وسيلة إلى قبول الدعاء كما يأتي. فلماذا يعدل عنها إلى شيء لم يشرعه الله ورسوله؟ لكن الشيطان، شياطين الإنس والجن، يريدون أن يصرفوا الناس عن الحق إلى الباطل دائما وأبدا. نعم. والصلاة عليه في الدعاء هو الذي هو صلى الله عليه وسلم لما مات لم يبقى إلا التوسل باتباعه وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه، هذا هو التوسل المستمر الذي لم ينقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالله يصلي على رسوله، والملائكة تصلي على الرسول، والمؤمنون يصلون على الرسول. فما معنى الصلاة في هذا؟ قالوا: الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار له، وصلاة الآدميين عليه الدعاء له صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح عنه
أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وعن فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله. إذا صلى أحدكم يعني دعا، صلى بمعنى دعا، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، وتطلق ويراد بها العبادة ذات الركوع والسجود والتكبير والتسليم، العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع، أما في اللغة فالصلاة الدعاء. نعم. فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي. هذا من آداب الدعاء، أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يدعو ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الإجابة. والرجل عجل دعا ولم يصل ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العجلة وعدم الإتمام، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، هذا فيه تعليم الجاهل. نعم. عن فضالة. وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء. نعم. أو أنه يأتي بالحمد والصلاة في أول الدعاء ثم يدعو. نعم. ثم يدعو بعده بما شاء، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث صحيح. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. نعم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن للصلاة أن يقول وأن يتابعه ويقول مثل ما يقول المؤذن في ألفاظ الأذان، فإذا فرغ الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله له بالوسيلة، وهي ما قصر أو منزلة في الجنة لا ينالها إلا من له فضل عند الله جل وعلا ومكانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو ذلك الذي تكون له الوسيلة. والقصد من أنك تقول هذا الدعاء أولاً محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلى الله عليه وسلم بما يحب، وثانياً أن المصلحة لك في هذا، لأنك إذا فعلت هذا حلت لك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فالفضل يعود إليك
والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفعك بهذا. فالحاصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب القبول، ولهذا بدأ الدعاء بعد الأذان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب القبول. نعم. وفي سنن أبي داود والنسائي عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت سل تعطى. نعم، لا شك أن الأذان فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، لأنه يشتمل على توحيد الله جل وعلا، وعلى الشهادة لله بالوحدانية، وللرسول بالرسالة، وفيه دعوة إلى الصلاة والفلاح، ويختم بلا إله إلا الله، فهو ذكر عظيم يعلن على أرفع صوت وأعلى مكان. فالمؤذن له أجر عظيم، يشهد له كل ما بلغ صوته من الأرض، يشهد له يوم القيامة، ويكون المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً. فالأذان فيه فضل عظيم، والله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالوا هذه في المؤذنين، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأذان فيه فضل عظيم، فلذلك قال بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، يفضلوننا، لأن أجرهم بالأذان كثير. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، إلى أن الأذان أفضل من الإمامة في الصلاة، ما يدل على مكانة الأذان وفضله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا السائل، أرشده إلى أن يتابع المؤذن في ألفاظه، ثم يأتي بالدعاء بعد الأذان، وبذلك يدرك الفضيلة إذا أتى بمثل ما يقول وأجابه وتابعه، حصل على الأجر مثل ما يحصل عليه المؤذن. وهذا فيه فضل متابعة المؤذنين، وأنه إذا بدأ الأذان والإنسان في قراءة أو في حديث مع الناس، فإنه يقطع قراءته وحديثه مع الناس ويتابع المؤذن ليحصل على هذا الفضل، ولا ينشغل عنه فيفوته هذا الفضل العظيم. فباب الخير واسع ولله الحمد، أبواب الخير واسعة، ولكن يحتاج من الإنسان إلى احتساب ومعرفة لها ومداومة عليها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت سل تعطى. فإذا انتهيت من الأذان، يعني من متابعة المؤذن، فسل الله عز وجل، لأن هذا وقت إجابة. نعم، مع الإتيان بما سبق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال الوسيلة والفضيلة له صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارضى عنه رضاء لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. نعم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. نعم، وهذا من مواضع إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن المستحب
المستحب بعد الأذان إلى الإقامة أن يشتغل الإنسان بالدعاء والذكر، يشتغل بالدعاء والذكر لأن هذا وقت الإجابة، وتلاوة القرآن يؤجلها إلى وقت آخر لأنها لا تفوت، بخلاف الدعاء والذكر بين الأذان والإقامة فإنه يفوت. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. نعم. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، قلما ترد على داع، قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء، والصف في سبيل الله. رواه أبو داود. ساعتان لا يرد فيهما الدعاء، أو قل أن يرد الدعاء فيهما، الأولى بعد الأذان وقبل الإقامة، والثاني عند الصف للقتال، قتال العدو، فهذا موطن لقبول الدعاء عند الاصطفاف لقتال الكفار. نعم. تفتح السماء، يعني تفتح أبواب السماء لقبول الدعاء. نعم، في هذين الوقتين. نعم. وفي المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والترمذي. نعم. وغيرهما عن الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه عن الطفيل ابن أبي. الطفيل. نعم. عن الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل. نعم. قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. نعم. هذا فيه فضل قيام الليل، فيه فضل قيام الليل وتنبيه الناس على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وكان ينبه الناس للقيام، لأن هذا فضل عظيم، قيام الليل فضل عظيم، هو أفضل أنواع التنفل، قيام الليل بعد الفريضة أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فليجعل المسلم له نصيبا من قيام الليل ولا يحرم نفسه منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، قالوا المراد بالراجفة النفخة الأولى في الصور، تتبعها الرادفة النفخة الثانية، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه، قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخها الأولى نفخة الموت، فلا يبقى أحد إلا مات، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. النفخة الثانية نفخة البعث، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون كما خلقهم الله أول مرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هاتين النفختين وأنهما آتيتان ولا بد، جاء الموت بما فيه، بما في الموت من السكرات والكرب وانقطاع الأجل وانقطاع العمل والانتقال للآخرة. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي. كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، لأنه سبق أن الدعاء في اللغة، أن الصلاة في اللغة هي الدعاء. نعم. فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن هذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. نعم، هذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار، الإكثار منها، وأنها سبب لأن الله يكفي المسلم ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. وللإمام ابن القيم كتاب مستقل في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مستقل. نعم. قال: إذن هذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، وفي لفظ: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وقول السائل: أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي. نعم. فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. وقال النبي: خذ من أموالهم صدقة، يعني الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أي ادعو لهم، ادعو لهم، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، لما جاءه أبو أوفى بزكاته دعا له، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، حملا بقوله تعالى: وصل عليهم أي ادعو لهم. نعم. وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. فيكون مقصود السائل أي: يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال: ما شئت. فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها، قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أدل على أنه كل ما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثر ثوابه وأجره. نعم. وفي الرواية الأخرى: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب كما بسط ذلك في مواضعه. نعم، ومنها ما ذكرته لكم كتاب ابن القيم وغيره من الكتب المؤلفة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث. نعم، أكثر علماء الإسلام من الحث على الأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ونهوا عن الأدعية البدعية التي لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله، فهي بدعية، وإذا كانت دعوة لغير الله فهي شركية أشد من البدعية، كدعاء الأموات والأولياء والصالحين، هذه أدعية شركية والعياذ بالله، أشد من البدعية. البدعية لو دعا الله لكن بدعاء لم يرد، هذا بدعة، أما إذا دعا مع الله هذا شرك والعياذ بالله. نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس عندنا يقسمون بوالديهم أو غيرهم، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يعدون من المشركين؟ هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك، شرك في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك، لكنه شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهب مجموعة من الناس للإصلاح بين متخاصمين، فقال أحد الناس هذه العبارة: جئناكم بوجه الله وبوجه رسول الله وبوجوه القبائل، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. جئناكم بوجه الله يعني توجهون بالله ويتوجهون بالرسول عند هؤلاء المتنازعين، يستشفعون بالله عند هؤلاء، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب في الجامعة عليه كفارات يمين ولا يستطيع أن يطعم الآن لأنه لا يملك إلا مكافأة الجامعة، فهل يصوم؟ نعم، إذا كان ما يقدر على الإطعام فإنه يصوم. نعم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن إقسام أنس بن النضر هو من الإقسام بالله لأنه قال والذي بعثك بالحق، هو إقسام به لا عليه؟ أي أقسم على من؟ أقسم على الله، أقسم على الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نجعل من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نجعل هذه الصلاة؟ هل هو في أول الدعاء أو في ختامه؟ سمعتم الحديث أنه يثني على الله أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العز ابن عبد السلام هل هو الملقب بسلطان العلماء وهل هو شارح العقيدة الطحاوية؟ نعم، هو الملقب بسلطان العلماء لقوته وصرامته، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ويواجه الحكام بالعزم والقوة، لأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولذلك لقب بهذا اللقب. وأما شارح الطحاوية فهو ليس العز، إنما هو العز بن أبي العز، ابن أبي العز، وهو حنفي. أما العز بن عبد السلام فإنما هو مالكي أو شافعي وليس حنفيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أدعية معينة ترفع فيها الأيدي دون غيرها، أم ترفع اليدين في كل دعاء تحريا للإجابة لحديث إذا رفع العبد يديه استحى الله أن يردهما صفرا، وهل له أن يرفع اليدين بين الأذان والإقامة؟ الأصل رفع اليدين في الدعاء لأن ذلك من أسباب الإجابة، إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي فيه، هذه هي القاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع للمؤذن حال الأذان؟ هل يردد أيضا بعد كل عبارة أم يدعو فقط بعد الأذان؟ هل إيش؟ ما المشروع للمؤذن حال الأذان؟ هل يردد هو أيضا بعد كل عبارة أم يدعو بعد الأذان؟ ذكر العلماء أو بعض العلماء أنه يجيب نفسه، وهذا ما يسمى، هذا ما يسمى عند العلماء بأنه يجيب نفسه فيتابع نفسه، تابع نفسه، ولكن ليس على هذا دليل،
ما دام أنه ينادي ويتكلم بهذه الكلمات هذا يكفي عنه أنه يكررها. نعم نعم، ترجيع غير هذا، الترجيع هذا في أذان أبي محذورة في مكة، أما بلال فكان لا يرجع. مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بلال وابن أم مكتوم ما هم يرجعون، إنما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة في مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى قبر رجل من الصالحين فقال، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى قبر رجل من الصالحين وقال اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر أن تفعل لي كذا وكذا، فهل يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذا توسل، توسل إلى الله بالميت، هذا لا يجوز، هذا بدعة. لكن لو أنه ذبح للميت أو نذر للميت أو استغاث بالميت فهذا شرك أكبر. أما لو قال أسألك بفلان بهذا الميت، هذا توسل بدعة وليس هو بشرك. إذا دعا الله وتوسل بالميت هذا بدعة. أما إذا دعا الميت نفسه واستغاث به أو ذبح له أو نذر له فهذا شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد العبد أن يدعو في القنوت في الوتر، فهل يبدأ بالحمد والتمجيد أو يدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي؟ ما في شك، يدعو بما ورد، بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي، أو بما جاء عن عمر، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، هذا أيضا ورد أنه يبدأ به القنوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغفار له، على النبي وعلى غيره، الصلاة من الملائكة على النبي وعلى غيره الاستغفار. نعم. فكيف نجمع بين ذلك؟ والله جل وعلا ذكر عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض. نعم. قل فكيف نجمع بين هذا وقد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ زيادة خير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا فيه حظ للداعي أن هذا يسبب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بجاه الرسول وحسب الرسول؟ ما يجوز هذا، حسب الرسول، الله هو الحسب سبحانه، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، فالحسب خاص بالله، ما يقال حسب الرسول. وجاه الرسول هذا أيضا ما يسمى به، هل هذا الشخص هو جاه الرسول؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال لغير الأنبياء فلان صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي؟ يجوز أن تصلي على بعض المؤمنين، لكن لا يتخذ هذا شعارا كما عند الرافضة أنهم يخصون عليا عليه السلام يقولون، أو عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا شعار لأهل البدع فلا يجوز، أما أن يقوله الإنسان في بعض الأحيان من غير اتخاذه شعارا فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال؟ هذا شيء وذاك شيء، لا ينظر إلى المظاهر والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. هذا الذي ما عنده إلا مظهر، ما عنده إلا مظهر فقط وليس في قلبه إيمان، أو إيمانه ضعيف. أما الإنسان الذي في قلبه إيمان قوي فإنه يشرع له أن يتجمل في الظاهر
باللباس والطيب، ويتجمل في الباطن بالنية الصالحة والاعتقاد السليم. مطلوب جمال المظهر وجمال المخبر والقلب، أما الذي يقتصر على المظهر فقط هذا هو الذي لا ينظر الله إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأطفال الصغار، لكن مراد الحديث أشعث أغبر أن الإنسان لا يحتقر المؤمن مهما ظهر مظهرا، ما يحتقره، قد يكون مظهره ما هو مشجع لكن قلبه فيه نور قوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأطفال الصغار إذا ضربه أحد بكى ونادى بصوت عال يمه أو يبه، هل هذا من الاستغاثة المنهي عنها؟ وهل هذا ما هو مكلف، هذا طفل ما هو مكلف، لكن هو ما يعرف إلا أبوه وأمه يفكونه وينصرونه لأنه يعرفهم هم، وهم طفل ما هم مكلف ولا يؤاخذ على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند ذهابي لصلاة الفجر أشاهد أحد الجيران ينادي على البيوت ويقول الصلاة الصلاة، فهل هذا الفعل عند ذهابي إيش؟ لصلاة الفجر. نعم. أشاهد أحد الجيران ينادي على البيوت ويقول الصلاة الصلاة، طيب هذا طيب جزاه الله خير. نعم. فهل هذا يوافق فعل السنة كما جاء عن الطفيل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يدخل في تنبيه الناس لقيام الليل الاتصال على الجيران مثلا، أو إرسال رسالة بالجوال أكتب فيها حديث يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة؟ هذه ما توقظهم، إذا كتبت ما توقظهم الرسالة، يبون شيء يوقظهم، يبون شيء يوقظهم من النوم، أو ترسل 100 رسالة ما تيقظ، لكن إذا كلمتهم بالجوال أو بالتلفون أو ناديتهم هذا الذي يوقظهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني في صلاة الليل في سجودي بعد قول سبحان ربي الأعلى لا أدعو لنفسي، وإنما أستمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأطيل في ذلك حتى أرفع من السجود، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أقمن أن يستجاب لكم، فأكثر من الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها موطن آخر في غير السجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السؤال بحق الأذان يعد صحيحا فأقول اللهم بحق الأذان استجب لنا؟ هل وجدت دليلا على هذا؟ ما دام ما في دليل على هذا فاتركه، حق الأذان ما هو مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنقطع المتابعة للمؤذن إذا تكلمت أثناء الأذان بأمور الدنيا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟ الأفضل أن لا تتكلم وأن تواصل المتابعة، لكن إذا احتجت إلى كلمة أو تنبيه هذا لا يقطع المتابعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، هل الأفضل أن آتي بالصيغة الواردة في التشهد أو يكفي أن أقول اللهم صل على نبيك محمد؟ نعم، يكفي أنك تقول اللهم صل وسلم على محمد، لكن إذا جئت بالصلاة الإبراهيمية فهي أكمل بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حديث صحيح معناه أن كل من اسمه محمد لا يعذب كرامة للاسم وصاحبه؟ هذا من الخرافات. الاسم ما يغني شيء، لازم من العمل والمتابعة. هذا مثل قول البوصيري، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، هذا خرافة وباطل. نعم. الاسم ما يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نذرت وهي حامل ألا تلد إلا في المنزل ولكنها اضطرت للذهاب للمستشفى، هذا مباح، ما هو بطاعة أنها تلد في المنزل، هذا مباح،
فإذا نذرت أنها ما تلد إلا في المنزل تكفر كفارة يمين وتذهب للمستشفى أو غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي اعترض له في طريقه صاحب سيارة، وصاحب السيارة هذا كان مسرعا فاعترض عليه في الطريق واصطدم به الوالد ومات المصدوم، وقدرت الشرطة على والدي 25%، وقالوا إن الخطأ على الذي مات 100%، ولكن إبراء للذمة نضع عليك 25. سؤاله: هل على والدي كفارة؟ الميت على والده الميت الصادم. ها؟ والده الذي صدم. ايش يقول عاد السؤال؟ يقول: والدي اعترض له في طريقه صاحب سيارة، وصاحب السيارة هذا كان مسرعا فاعترض له في الطريق فصدمه ومات. صاحب السيارة مسرع، إذن هو متسبب، هو متسبب، لأن السرعة هي سببت الاصطدام. فما دام عليه لو 1%، ما دام عليه إدانة ولو 1%، عليه الكفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هم الذين ورد أنهم يستثنيهم الله من النفقة الأولى من الموت؟ الله أعلم، الله أعلم، قيل الحور العين وقيل، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ترك إذاعة القرآن تعمل في البيت 24 ساعة، وربما أستمع لها وربما لا أستمع لها، وربما أكون خارج المنزل، فهل في هذا شيء؟ هذا عبث، يعني إنه شغال ولا يستمع له أحد، هذا من العبث، اللي ما يستمع له ما يستفاد منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحياناً أكون في الدرس والذكر ذكر الله بالبيت ما هو يكون بالراديو، يكون ذكر الله باللسان. الذكر عمل لا يقوم به الراديو والآلة، ذكر الله باللسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحياناً أكون في الدرس فأقطع الدرس حتى أتابع أنا والطلاب الأذان، فهل فعلنا هذا جائز؟ أحياناً أكون في الدرس. نعم. فأقطع الدرس حتى أتابع أنا والطلاب الأذان، فهل فعلنا هذا جائز؟ إذا كان قطع الدرس يفوت عليكم الفائدة، المفروض أن المدرس يتوقف وأنكم كلكم تتابعون المؤذن. أما إذا المدرس ما توقف ويبي يفوت عليكم الفائدة، فواصلوا، واصلوا متابعة المدرس لئلا تفوت عليكم الفائدة. نعم. ومتابعة المؤذن سنة ما هي واجبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن فضيلتكم قد أفتى بأن ما يفعله بعض اللاعبين وهو السجود لفرحه بالفوز أو غير ذلك يعد من البدع، مع أن ذلك يعد من سجود الشكر؟ سجود الشكر ما يشرع إلا عند تجدد نعمة أو زوال نقمة، والفوز بالكرة ما هو بنعمة، هذا نعمة للمسلمين، وش يستفيدون المسلمين؟ بل هو وش يستفيد أيضا؟ هذا ما هو بتجدد نعمة. فإذا يكون السجود بدعة لأنه ما له سبب شرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به. نعم. رجل نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به، فهل ينتقل مباشرة إلى الكفارة؟ لا، ينتقل إلى الكفارة، لابد من النذر. إذا كان نذر طاعة فلا بد منه، إذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا بد من الوفاء مع القدرة. أما إذا كان لا يقدر وأجله إلى وقت آخر، وهو محدد بوقته ولكن ما يقدر وأجله إلى وقت آخر، فإنه يقضيه قضاء ويكفر عن يمينه، يكفر مع قضائه، يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند زيارة المريض يدعى له فيقال لا بأس طهور إن شاء الله، فهل هذا من باب تعليق الدعاء بالمشيئة؟ هذا من التحقيق، إن شاء الله تأتي للتحقيق وليست للتعليق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذه ليست للتعليق، هذه للتحقيق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العزة ابن عبد السلام سمي بسلطان العلماء لأنه لا يخاف في الله لومة لائم، ولأنه كان صارما مع الحكام كما قيل. يقول السائل: فأخشى أن يشكل ذلك على بعض المبتدئين بحسن النية، وأنكم ترون الصرامة مع الحكام أو النصيحة العلنية. أي بمثل صرامة العز بن عبد السلام، يروح لمهم وينصحهم، أما أنه يسبهم بالمجالس وعلى المنابر وفي الأشرطة، هذا لا يجوز، هذا فعل الخوارج. أما أنه يروح لهم ويقابلهم ويتكلم معهم بقوة، هذا طيب. هذا الذي كان يفعله ابن عبد السلام، ما كان يسبهم بالمحافل والمجالس ويذكر معايبهم، هذا ما يفعله أحد من أئمة المسلمين، هذا إنما يفعله الخوارج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يسمى باللولب الذي تستخدمه النساء لمنع الحمل لمدة سنتين أو أكثر، هل هو مباح؟ هذا للضرورة، إذا قرر الأطباء أنها بحاجة إليه، مضطرة، أنها مضطرة إليه، فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: العدسات التي توضع على أعين النساء بقصد الزينة لأزواجهن، وكذلك الرموش الصناعية التي توضع على العين لنفس القصد، هل هي مباحة؟ هذا كله من التزوير والباطل ولا يجوز. إنما العدسات عند الحاجة، إذا كان بصرها ضعيف تحتاج إلى العدسات، أو إن عينها فيها عيب وتغطي هذا العيب بالعدسة، لا بأس. أما أن عينها جميلة ونظرها قوي ولا هي بحاجة إلى العدسة، وإنما من باب الزينة، فهذا لا يجوز، هذا من التزوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ولا الرموش أيضا، الرموش أيضا ما تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المريض الذي يصلي على جنبه، هل يلزم أن يكون وجهه إلى القبلة؟ نعم، لابد، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فلابد أنه يستقبل القبلة بوجهه وبجسمه، أيضا بوجهه وبجسمه، يكون على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه وبجسمه. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.